السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ عسانيكم، كنتمنى تكونوا بخير جدا ان شاء الله. اليوم حنحضر معكم حلوى د التمر. خليكم مع مقادير. عندي هنا كذا الزيت، عندي سكر كلاسي، الزبده غنستعمل 250 غرام، انا هنايا فرينه، دقيق، الماء زهر، الجنجبيل والتمر. بالنسبه للتمر غادي نستعمل نص كيلو، والزبدة غنستعمل 250 غرام. يعني بغيتو تضاعفو المقادير كضاعفوه. نخليكم مع الطريقة التحت. دابا غادي نضع 250 غرام الزبدة، وغنعمل هذا كاس، نص داك كاس ديال الماء زهر. الحلوه ديالي هاهي جمعت لي، تو غنغطيها ترتاح شتيتو. دابا غادي نعمل التمر. غادي نعمل فيه 2 معالق ديال الماء زهر، ونص كاس الجنجلان، معلقه كبيره ديال الزبده. دابا نخلط مزيان داك الجنجلان مع التمر. التمر تكون من احسن نوعيه ديالو، تكون مزيانه. ونسيت معلقه ديال القرفه، ما تكونش عامره، كاين اللي كتعجبو القرفه، المهم كل واحد هو هذيك ديالو. دابا غنبدا نشكل حلوه التمر ديالي على طبقه مستمره هيدا، حتى نساليها كامله، باش كتجيني سهله فمي كنكون نعمر العجينه ديالي، كتجيني سهله، ما كنبقاش نعمر ونزل وهذا. هيدا حسن كتجيني التمر. ها هو دابا هنايا طلقت العجينه، غادي نبدا نشكل فيها. نحاول نزيد نضربها غير شويه من فيها التمره ديالي.
دابا هاد الفوقاني هذا اللي شديته غادي نردو نتحت باش ما تفتحناش العجينه. نشكلوها مزيان. دابا غنبقى نقش الشكل النهائي هو هذا. طبعا نستمر على هذا الشكل هذا كامل حتى نساليها. الحلوة ديالي ها هي كملتها. دابا غادي ندخلها للفرن، سخنتو على 170 درجة الحرارة، كنطفي من فوق وكنخلي غير تحت حتى تحمر لي مزيان، هنطلع تكمل التحمر ديالها من فوق ونتلاقاو في ما تطيب. الحلوة ديالي ها هي طابت. دابا غادي نضيف السكر كلاصي، بحقت نيت عليها حتى بردت، عاد غادي نعمل لها السكر كلاص. هيدو غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نسالي الحلوه ديالي كامله. الحلوه ديالي ها هي وجدت لي حلوه المغرب اللي اي واحد كيعشقها، ما تقدرش يعني انسان يكون بلا بيها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وغنفتح معكم دابا وحده، شوفوها من الداخل كيفاش كتجي، كتجي هشيشة بزاف. شفتو كتجي جديدة بزاف. كنتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم، ما تبخلوش عليا بلي لايك وسبسكرايب، دعموني ان شاء الله مع وصفات جديدة. كنت معكم شي وصفة مجد، كنتمنى تلقاو حلقة جديدة ان شاء الله. خليكم على خير.